تعادل سلبي بين الاهلي والاسماعيلي في تقريبا اقل المباريات من الناحيه الفنيه بين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي. ولكن احنا زي ما قلنا في اهداف للنادي الاهلي المرحله ديت، يمكن زي ما قالوا الكباتن، لعيبه تتشاف، لعيبه تعبر عن نفسها، في لعيبه ظهرت مظهر كويس، في لعيبه لسه بتتشاف، في لعيبه ما ظهرتش بالمظهر اللي احنا عايزينه انها تكمل. لحد دلوقتي في ايجابيات برغم ان النتائج بتتراجع، ولكن في ايجابيات. على الاقل في لعيب يعبر عن نفسه، في لعيب ماشي بخطه كويسه، بنطمن على اللعيبه اللي راجعه من اصابات. يعني الحمد لله على التعادل يا كابتن شريف. الحمد لله. زي ما انت قلت، الفتره دي في استراتيجيه التعرف على لاعبين قطاع ناشئين خصوصا، يعني التعرف على بعض اللاعبين بالايجابيات بتاعتهم اللي زي ما الكابتن قالوا دول هيكونوا موجودين ولا لا في المرحله اللي جايه. كل واحد يمتلك امكانيات بيطلعها، وبعدين ما فيش اسهل من كده. مباريات بتحصل للاعبين عشان ياخدوا فيها ثقه. الحقيقه ملعب مفتوح، حتى المنافس مش فارق معاه المباراه قوي، هو بقى في منطقه بيسموها منطقه بعيد عن الهبوط يعني. فلا هو عايز فارق معاه النتيجه، ولا انت عايز تدي الامكانيات اللي عندك، مش عايز حتى زي ما انت قلت 9 مباريات بتحافظ على كلين شيت ليك مفيش اهداف بتخش. الفتره اللي قبلها كان كل ماتش بيخش فيك هدف يعني. ف احنا بنعمل وبنتوسم ان احنا نكون بنفس الشكل اللي لعبنا فيه قدام اتحاد اسكندريه والمصري، بحيث ان بيبقى في مسؤوليه على انت رميت خلاص الدوري ورميت، بس بيبقى عندك مسؤوليه بتبقى احسن من كده كتير قوي، بتبقى اسرع من كده كتير قوي. اللعيبه بتاخد الحاجه بمأخذ جد عن كده. بس الاحساس بالمسؤوليه دوت مش احساس من بره، احساس اللعيب جوه الملعب. ما هو ده اللي انا بقوله. لما بيبقى عندك تحت اختبار، تحت ضغط، تحت، هتلاقي اللعيبه بتدي قد كده 10 مرات. ما خلاص، لما اللعيبه نفسها حست ان ما بلعبش على بطوله. انا بلعب في الملعب على اساس ان انا ما كسبت اهلا وسهلا، ما كسبتش هعدي الاداء اللي هو بيلعب لنفسه. لا عارف علاء ساعات ما بيلعبش حتى ده. طيب لكن يعني بقول لك ده الامكانيات اللي موجوده عندهم دي، الفرديات بتاعتهم، طريقه لعبهم، هو بيعمل كل اللي بيعمله من بره، عنده تعليمات. انت تقف ناحيه اليمين هنا زي مستر مكسيوني، ناحيه اليمين واقف بيستلم الكوره يروح مسلمها لواحد. ها ما ده مفيش يعني ما بيعملش اي حاجه، زي ما يكون بينفذ تعليمات. هو ما عندوش حاجه، هو بلس يعني حاجه ايجابيه من عنده هو يفيدها. زي ما لعب مثلا قدامنا مره ومشي عرضيه كده وشاط شوطه جاب جول قبل كده، هو ممكن مع سيمبا ما بيديش لنفسه حتى الفرصه دي. بدنيا بقى هو كده، هو دي اسلوبه هو. مش مهم يعني، خلينا في قطاع الناشئين اللي موجود، هو ده اللي كان يهمني ان انا استخلص منه احسن وجوه، احسن الناس اللي بتاخد الفرص دي. قدامنا 3 مباريات على ما اعتقد، مش كده؟ هيبقى نفس الشكل كده، هيبقى نفس البتاع. بس النهارده بقى احمد عبد القادر نزل شويه وفتح نفس، وكان نشوفه بقى من اول المباراه الجايه، ونشوف محمد محمود اللي بينزل في اخر دقيقتين، ونشوف شكل تاني يواكب الاسم بقى، او يخلي الجماهير حتى قبل الادام الحكايه خلصت. بس انا انهي البطوله وانا بكسب ماتشين 3 يبقى شكلي في الجدول كويس يعني. ف لم يكن في الامكان اكتر من اللي انت اتفرجت عليه ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاداء اللي موجود ده كله، بالنسبه للنادي الاهلي ولا بالنسبه للفرقتين قصدي؟ لا الفرقه الثانيه خلاص، فرقه ثانيه الدروم بالنسبه لها ضيعت اخر 7 دقايق في الشوط الاولاني للفوز، وحاولت في بعض الاوقات كده انها تعمل كرات، حتى الكور الخطر اللي هي اتشطت وكانت ممكن تيجي جول كانت اعتقد 3/4 اوف سايد، كانت مننا او من فرقه اسماعيل يعني. خطوره طبيعيه يعني،
ان عبد الرحمن مجدي دريبلر وبيعرف يعدي وبيعمل مشاكل لكل الفرق. انما انا بتمنى ان انا اشوف شكل احسن من كده حتى بالقطاع الناشئين ده. يعني بتمنى ان احنا المباراه اللي جايه يكون الشكل فيه نيرف اكتر من كده. مهما كان انا صغير، مهما كان الاسم، مهما كان البتاع، لا انا في الاول في الاخر انا التيشيرت الاحمر النادي الاهلي. فانا بتمنى ان هم ياخدوا الثلاث مباريات اللي جايين ماخذ جد جامد يعني. عشان يبقى شكلهم كويس يعني. ما حدش هيقول لهم حاجه النهارده انت عدلت ليه ولا ما كسبتش ليه، ما احنا عارفين قبل المباراه. انما احنا نتمنى يكون عندهم اللي تربوا عليه على طول، اللي هو المكسب. المكسب في اي وضع، وده اللي هيفيدهم يعني. هيفيدهم هم حتى لو في اعراض، حتى هيقول لك انا جبت جول في الاسماعيلي، انا جبت جول في انبي، انا هيبقى رايح وصاحب سمعه يعني. فنتمنى منهم التوفيق ان شاء الله المباريات الجايه باذن الله. كابتن علاء، نتيجه منطقيه. منطقيه؟ طبقا لاحداث المباراه، ما بتكلمش على اللي احنا قلناه قبل المباراه، اتكلم طبقا لاحداث المباراه. هو انا بالظبط يعني زي ما يكون السيدو اللي فات هو نفس الشكل ونفس الاداء ونفس كل حاجه، وطلعت 0-0 اللي هو استر كامبري، وبرده النهارده 0-0. انا ما شفتش حاجه اتغيرت بصراحه خالص خالص. تفكير واحد اللي هو مضايقني جدا، انا بجد متضايق جدا يعني. تفكير بالنسبه لتفكير بعض اللعيبه يعني، مش جاب يعني اللعيبه نفسها هي بتفكر في ايه، بتفكر في ايه، وعايز نفسي افهم ايه طريقه الكلام بتتقال. انا عم بكلم لعيب صغير او ناشئ، بلا صغير دي ناشئ وجات له الفرصه دي، انا طريقه كلامي دي ازاي ان هو يستغل الفرصه دي ويبذل اقصى يعني. عايز افهم الاستعداد النفسي ازاي للعيب، لان دايما يعني سيبك بقى من الكوره والفنيات، اللي احنا ما فيش ولا كوره ولا فنيات عشان بس ما تعبش نفسنا. النهارده المباراه بالظبط فيها تصدي لمصطفى شوبير وتصدي لمحمد فوزي، وتروح عامل علامه اكس كده على المباراه، خلاص ما تتكلمش عليها بقى، لان هي ما فيهاش حاجه، ما فيهاش كوره. ليه كوره؟ عشان يعني الفرقتين نفس الشكل يعني. مفيش هدف مثلا؟ مفيش هدف، نفس الشكل، نفس الطموح يعني. انا اسف طبعا، لو غيرت التيشيرتات والله العظيم ما هتلاقي فرق. والله ما هتلاقي فرق. بس دي مسؤوليه لعيبه بس ولا لا؟ إيه؟ مش لعيب بس، إيه لعيب وكل الناس اللي موجوده. حتى لو اللعيب كده ايمن يعني، المباراه الاولى ماشي، الثانيه ما ينفعش. وبعدين يعني اللعيبه دي، وانا محتاج اكلمك اقول لك ان انت جات لك فرصه عمرك، ده اللي كنت هقوله، جات لك فرصه عمرك ان انت تقول انا عايز ابقى موجود في النادي الاهلي، ويبقى ده رد فعلك؟ ايه ده؟ إيه يا بص يا ايمن، على فكره انا بحاول انقي الكلام. سلبيه مش موجوده يعني، انا شفت سلبيه كده، لا مبالاه، لا مبالاه، مش موجوده. ايه ده؟ على فكره من يعني التخيل، انت اللي عنده روح شويه وعنده يعني حراره شويه في اللعب، الناس الكبيره اللي هي انت يعني انت مقيمها وتمام يعني، الباقي ايه يعني؟ واحد راجع من اصابه، واحد ما بيلعبش، واحد يعني ناشئ عايز يقول موجود، ايه الريتم ده وايه التفكير ده وايه الاداء ده وايه السلبيه دي؟ ايه ده؟ في حاجه اسمها اعداد نفسي للمباراه، حاجه بتعدها لنفسك انت، وبتيجي حاجه تانية من المدير الفني والاداره وكل حاجه. كويس، انا هبعد الجهاز الفني والاداري. كويس، لو حضرتك ما عندكش الاحساس ده من جواك ما تنفعش في النادي الاهلي. كلمه واحده كان دايما الكابتن بيقول لك انا كنت بعد نفسي، ما هو ده يعني. بعد نفسي ايه؟ مش بعد نفسي انا بمرن، لا بعد نفسي يعني انا عندي مباراه بكره. ايه ده؟ انا هلعب بكره وهبدا والبس تيشيرت النادي الاهلي والناس كلها تشوفني وتقيمني، يبقى انا اعدادي بيني وبين نفسي مش محتاج مدير فني كاني في حاجه. مدير فني هيقول لي بس طريقه اللعب والخطوط العريضه وتتحرك ازاي والكور الثابته والكلام من ده وشكل الاداء ازاي والكلام ده اللي هو شغله. انما انت شغلك انت ايه؟ انت كلاعب عايز ايه؟ ما هو دي خد بالك يا ايمن، دي مشكله. لان دي ولا يعني ولا مثلا هدالك في عصير اشرب ولا حاجه خالص. ممكن اكلمك عنفك، بس واضح ان مفيش حد بيعنف حد. دي كمان نقطه ثانيه، لان الاداء الشوط الاول هو اداء الشوط الثاني،
نفس الريتم نفس الريتم نفس التفكير نفسه هو هو، ما فيش حاجه خالص. انت كان ممكن تغير شكلك لو جه في الجول، مش عشان حاجه، عشان هو ايه ده، ده النادي الاهلي جه في جول والجماهير هتقلب الدنيا وما ينفعش. لكن طول ما 0-0 هو بالنسبه له الاسماعيلي مش فارق معاه حاجه خالص. الاسماعيلي خلاص يعني ضمن البقاء في الدوري، ودي مش فرقه الاسماعيلي، دي مش اسماعيلي ده، يعني خلاص الحمد لله يعني خلاص موجودين في الدوري ممتاز. لكن ده مش فريق الاسماعيلي بتاع السنين اللي فاتت، عشان بس نتكلم كلام منطقي. واحد هيقول لي وده مش فريق الاهلي، ده مش فريق الاهلي، انا معاك، بس انت النادي الاهلي السنه الحمراء ماشي، انت النادي الاهلي، الاسماعيلي بيقضي الموسم عشان يبقى خلاص في مركز كوم مركز خلاص تمام. انت لا، انت جات لك فرصه عشان تقول انا موجود عشان الموسم القادم ان شاء الله يبقى، لا انا عايز اتأيد وعايز ابقى موجود وليا دور وليا مكان. هو ده الكلام اللي فكر فيه، ما فكرش في النتيجه. النتيجه اتشالت من عليك. انا اكتر حاجه مستغرب لها يا ايمن ان انت مش مطلوب منك حاجه، يعني مش مطلوب منك نتيجه، مش مطلوب منك ان انت تتنافس على دوري، لكن مطلوب تقول انا موجود، مطلوب يبقى في شكل اداء، مطلوب يبقى في روح، مطلوب يبقى في معدن النادي الاهلي، النزعه اللي عندك، الشراسه اللي عندك، غيرتك على النادي الاهلي، غيرتك على الشيرت الاحمر اللي انت لابسه. انما المباراه دي لو قعدت 3 ايام هتطلع 0-0، 3 ايام متصلين 0-0، هي كده شكلها كده، مش هزيد عن كده. مباراه كلها هنتكلم على فرصتين، واحده هنا واحده هنا، 94 دقيقه ولا 93 دقيقه فرصتين، ومباراه انت مش محتاج منها حاجه، ولا بتنافس على دوري ولا حاجه. يبقى انت يعني كان من المفترض ان الاداء يكون احسن من كده، ده من هنا واللي قبليه واللي قبليه، انت فاهمني، المفترض الاداء يبقى النهارده احسن من ماتش ايستر كامبن، لكن لا، هو لو 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 جبت لقطات من هنا ولقطات من هنا اللوم بس، هو نفس الاداء ونفس الريتم ونفس الشكل ونفس التمريرات الغلط ونفس التاخر في التمرير ونفس ما فيش جديه، ما فيش نزعه، ما فيش شراسه، ايه، ما فيش الاولويات بتاعه لعيب النادي الاهلي اللي هو عايز تقوله موجود. يعني النهارده زياد لعب الشوط الاول، انت حاسب بيه؟ لا، احنا بنقول كويس ولعيب مهاري وي وي، عنده امكانيات، عنده، بس انا قلت لك من الاستوديو اللي فات، قلت لك لازم يتداس عليه عشان حته الاستمراريه. ياما لعيبه كتير جدا من قبل كابتن شريف، وما كابتن شريف لو قلت هيقول لك ده كان زمان فيه في حته لعيب ومهاري وي، بس فين؟ خلاص انتهى، لان ما عندوش استمراريه، ما عندوش طموح، ومش عايز يلعب. لكن في واحد ممكن يبقى اقل منه، بس طموحه في السماء، ما يضيعش 10 دقايق غير لما يقول انا موجود وعايز العب، انا نفسي العب، زي ما كلنا كده. احنا كنا انت افتكر انت لعبت ازاي ايمن وبلال كابتن شريف، فرص، افتكر فرصه لما بتبقى عارف انك هتلعب قبلها بيوم بالليل، بتروح ما كانش فيه معسكرات ولا حاجه، بتروح بتنام انت كل تفكيرك بتحلم بالماتش، بتحلم بالماتش، وبتحلم في صفاره الحكم، هتعمل ايه؟ وانا بكره لازم لو لعبت هعمل ايه بالظبط، انا بقول له تعمل ايه، هو ده الاعداد النفسي ليك انت. انا بكره لا، انا ما قلتش هلعب ازاي، انا بقول لك هموت نفسي بالظبط، بس هو ده اللي احنا اتربينا عليه، وده المفروض يتعمل. لكن صح. على فكره معلش انا بعتذر، ولا اتعمل الماتش ده ولا اللي قبله ولا اللي قبله، كلها نفس الشكل ونفس الريتم ونفس الاداء ونفس اللامبالاه، ما ينفعش. يعني معلش ما ينفعش، في لعيبه بتاخد فرص كتير قوي، ما ينفعش، وفي لعيبه محتاجه فرص. يعني معلش مع احترامي الكامل، محمد محمود ده كان لازم ياخد كل المباريات اللي فاتت، لازم تسيبه في الملعب كل المباريات اللي فاتت، لازم حتى لو وحش، لان ده محتاج مباريات، ده نوعيه لعيب كويس لكن محتاج مباريات. في ناس تانية بتديها وقت زياده قوي، مفيش انتاج. ما انا بقيسك كلاعب كوره بانتاجك، ايوه انا هاجي اقيمك ازاي انت كايمن كفيرود، انتاجك على الجول، رحت كم مره وعملت كم مره وضيعت كم فرصه وجبت كم جول، حتى لو مش ربنا مش كاتب لك انك تجيب جوال، بس انت رحت كم مره للجول، عملت كم مره خطوره، ساعدت زميلك ازاي. هو ده يا جماعه كره القدم. انما الاداء الروتيني ده اللي بحرق بيه الوقت، لا معلش، الاسماعيلي يلعب كده، ايستر كامبن يلعب كده، كل فرقه مصر تلعب كده. انما تيجي عند النادي الاهلي، لا مش النادي الاهلي اللي يلعب كده، انا بضيع وقتي وخلاص، و90 دقيقه وانتهت و0-0 وانا فرحان عشان ما جاش فيها جول النهارده، ما جاش فيها جول الماتش اللي فات، ما جاش طب وبعدين إيه؟ وانت ما جبتش جول ليه؟ ما ده انت النادي الاهلي، ده انت النادي الاهلي اللي هو بتدور على اكبر كم اهداف تجيبه. انت بتدور على كده تبقى كسبان 1-2 وجماهيرك مكسره الدنيا عشان تجيب الثالث والرابع، انت متعود على كده، احنا متعودين على كده. بلال كان بيتكلم في اول الاستوديو
ان جماهيرنا تكسب البطوله، تاني يوم تقول لك بطوله ثانيه، عشان احنا عودناهم على كده يا بلال. عادي، مش هم غلطانين، هم مش غلطانين، بالعكس انت عودتهم على كده وهم يستحقوا اكتر من كده، واحنا اتربينا على كده وعشنا على كده، احنا واللي قبلنا واللي قبلنا والجيل كابتن شريف، كل الناس انت متعود على كده. هو دي سمات النادي الاهلي، سمات النادي الاهلي هو ده. ما عندكش سمات وصفات دي حضرتك مع السلامه، وما تلومش غير نفسك، ما تلومش غير نفسك، لانك انت كنت في احلى مكان في الدنيا، اي حد في الدنيا يتمنى موجود جوه النادي الاهلي. صحيح. انت ما حافظتش على النعمه دي، ما تلومش غير نفسك، والفرصه ما بتجيش كتير. مظبوط. فرصه ما بتجيش كتير، انما دي مش فرصه، ده ما شاء الله كميه فرص موجوده ومباريات، وانت ما عايز اكتر من كده ايه تاني؟ واللي يجننك يا ايمن، معلش انا طولت. لا لا اتفضل. انك ما عندكش، انت مش مطالب بحاجه، انت ما عليكش ضغوط. أي. انت مش مضغوط بحاجه. ده تقريبا يعني مجلس اداره وكابتن خطيب والمدير الفني، انزل العب كوره، قول لي انا موجود. قول لي انا موجود عشان ما يحصل عندي كام الاصابات او الضغط اللي بيحصل ده، ابقى قاعد مطمن ان في لعيب اسمه اسامه موجود، موضوع مثلا بلال مش موجود، لا لا لا، ده انا عندي اسامه، ده مستني فرصه. هو ده اللي يتقال، لكن ابقى قاعد كده يعني انا بشفخ على الناس اللي اتفرج على الماتش، والله العظيم يا ايمن بجد بشفخ عليهم، ما فيش حاجه اتفرجوا عليها. بس طيب كابتن اسامه والكابتن علاء اتكلم عن ان اللعيبه بتاخد اكتر من فرصه، ولكن ممكن حد يجي يقول لك ايه، طيب ما انا باخد برضو فرص في ظروف مش طبيعيه، يعني انا مثلا ما بلعبش، يعني مثلا لما كنا احنا بنلعب زمان برضو او غيرنا، يعني مثلا بيتحط واحد او اتنين في وسط الفرقه الاساسيه، يعني مثلا انت لما جيت لعبت كان جنبك كابتن مصطفى عبده وكابتن محمود الخطيب والكابتن يمكن طاهر ابو زيد كمان كان قبلك، كابتن علاء ميهوب، كابتن شريف عبد المنعم، فايه في مجموعه كبيره تسندك، تقف جنبك، تشد من ازرك. طب النهارده مثلا بتشوف 6-7 ناشئين بيلعبوا في نفس التوقيت، فبرضو الحكم على فرصه الناشئ دوت، هل هو فعلا حكم منطقي ولا اديله فرص مع الفريق الاساسي؟ يعني مثلا نتكلم على زياد طارق، طب زياد طارق نحطه في وسط الفرقه الاساسيه، تشيله ماتش هيبقى كويس، ماتشين هيبقى نص نص، بعد كده هياخد رجله هتاخد ويمشي كويس، يعني الفرص برضو وتوقيتاتها. ماشي ايمن، هو معلش يا استاذ اتفضل، انا مش بتكلم على اداء الفني، انا بتكلم على نقطه ثانيه، الروح والحماس، الحاجه اللي هي في ايدك. أي. روحك وحماسك ونزعتك وحاجه اسمها نادي اهلي دي تبقى قدامك. المجموعه اللي حواليك دي انا معاك في دي، ماشي انت فاهمني. أيوة أنا معاك في، لكن هو فنيا يعني فنيا، ما انت برضه يا ايمن بص مين المنافس برضه. سوري يا اسامه معلش. لا ولا يهمك، اتفضل. الطبيعي والمنطقي زي ما انت بتقول، ده في الوضع الطبيعي ان الناشئ او اتنين او بتاع بدخلهم مع فرقه تكون تقيله واقفه على رجليها وبتساعده، ماشي. لكن ايضا بيجي لك فرص في توقيتات معينه برضو لازم تتشبث بيها، وزي ما علاء قال انت مش مطالب منه ان انا اقيمه زي مثلا احمد شناوي بيلعب او مجدي قفشه هو بيلعب او شريف هو بيلعب. يعني شريف لما يلعب او قفشه او الناس الاساسيين عمرو السوليه مش عارف مين بيلعب ماتش، ممكن يبقى ماتش بالنسبه له نص نص، بس احنا نقول ده وحش قوي النهارده. لكن انت الناشئ العكس تماما، حتى في الظروف دي وهم بيلعبوا 7 أو 8 مع بعض، انت ما بتقيموش انه ده يعني انت عايز منه ويعمل، انت ما بتقيموش على اداء بس، لا مش عايز حاجه، نواحي كتير. انا بقيمه كناشئ واعد حتى هذه اللحظه. كل الناس اللي انت شايفهم دول انا بقيمهم كناشئ واعد، مستني منه لمحه. أيوه. مستني منه موقف، مستني منه يعني النهارده بامانه، يعني مثلا الكوره زي بتاعه شوبير اللي صدها على مرتين دي، التسديده بتاعت اللي هو الجناح اليمين عبد الرحمن مجدي، وبعدين كمل رد فعله تاني واتصدد، ما جالوش مواقف كتيره قوي. أي. بس في موقفين ثلاثه تتعامل معاهم بشكل معقول. أي. يعني ما تقدرش تقول، فاهم انا اقصد كده. برضو زياد طارق مثلا في ماتشات قبل كده عمل الجون الحلو قوي ده،
او رقص ترقيصه مش عارف شكلها ايه، او رجع في موقف دفاعي واحد ضد واحد عرف يقطع جامد. انت بتشوف حاجات بسيطه بتقيم على انه مش بتقيمه في الماتش كله انه ده مكسر الدنيا، انت بتقيمه انه ده هيبقى واعد. طب الفني، طب ماشي، ما انا هقول لك بس، هل ماشي، هل بتربط الفني زي ما قال الكابتن علاء بحته الروح والعزيمه والاصرار مش بدي بس؟ طبعا دي جزء، ايوه طبعا لازم الروح تبقى اعلى من كده. انا بقول لك بتربطه. لا ما هو انا بقول لك لازم الروح تبقى اعلى من كده. بص يا ايمن، انت اول ما تقول كلمه ناشئين لاي حد هتقول ايه؟ انا هلاعب مجموعه ناشئين. اول انا قلت لك قبل كده الموضوع ده، روح. اول حاجه بتقول روح، مظبوط. ده النهارده يا اسامه، ده النهارده دي مضمونه مش محتاج تتكلم فيها. بقول لك ايه، ده احنا زمان ما كناش بنحب نلعب الرياضه الصغيره الناشئين. برافو عليك، عشان لما انت كنت تعمل تقسيمه بالظبط، مظبوط كده. انت لما كنت تعمل تقسيمه وانت مثلا احنا الكبار او القدام وبنلعب صغيرين، يا ده النهارده يبقى في جري وتخبيط وهنتعب. والعكس واحنا صغيرين. اول كلمه قلتها لعلاء موهوب اول ماتش جه يلعبه، قلت له اعمل لعبك هنا، اللعب فوق اسهل من تحت كتير قوي. اللعب فوق هنا انت هتقدر تعمل، العب كورتك وما تقلقش، وكل فرقه كلها حواليك. الاول بس باصي ومشي الكوره، وبعد كده شخصيته بانت في الملعب. ايوه وابتدى من اول مباراه بقى، ثاني مباراه ثلاثه. خلي بالك اللي بيقول عليه اسامه اللي هو ايه؟ خلاص اداني وعد بيني وبينه ان انا بقى بروميسنج بالنسبه لي، انا عايز اتفرج عليه تاني. بس انت قلت يا كابتن شريف شخصيته بنت في الملعب. هو عنده الشخصيه، الموهبه موجوده، ولكن كمان عنده الشخصيه. لا. عنده الروح العاليه، عنده الاراده ان هو يثبت نفسه. انا عايز اراهن عليه اساسي في النادي الاهلي. انا عايز اراهن اسامه عربي لما جه لعب وبلال وانت انا براهن لما تيجي تلعب الجماهير قبلك، الجماهير مستنياك عايزه تتفرج عليك. عارفين ان انت على الاقل هتلعب 10 دقائق تخلصني. مش في لعيبه بتنزل اخر ربع ساعه وكلمات تخلص الفرقه، بيقول لك انا محتاجه، والمدرب ده يقول لك انزل دلوقتي، ده اللي هيعمل لي عرضيه هيجيب جول يحتته. ما عندوش اي حاجه ثانيه غير انه يجيب جول، وبيحصل. يعني ده اللي احنا عايزين نلاقيه في اللعيبه دي. صحيح. انت مثلا انا في مباراه المقص، انا على اللعيبه كده ساعات لما يكون حد مثلا مش عاجب بحط علامه استفهام. واحد ثاني علامه استفهام، واحد ثالث ثلاث علامات استفهام، انه بالنسبه لي ايه تاثيره؟ ما عملش حاجه، بس ممكن تبص عليه بعد كده. ايوه بصه ثانيه. أيوة بصه ثالثه. أيوة طبعا، ما طبيعي. ما طالما هو لسه في اطار انك انت ده ناشئ تحكم عليه وبتقيمه كناشئ. أيوة. واعد. أيوة. غير ما بتقيم لعيب كبير. مظبوط. انا قلت لك يعني بتقيمه بطريقه ثانيه خالص يعني. صحيح. فاللي انا اقصده ماتش ايسترن كامباني، حتى لما تعد عدد الفرص رغم ان الماتش ما كانش حلو، بس في محاولات على المرمى. مظبوط. يعني حتى الشوط الثاني احنا قلنا الشوط الاولاني كان ضعيف وما فيش زياده عداد، الشوط الثاني كان فيه عدد محاولات وزياده شوط واحده وحسام حسن واحده ومش عارف ايه. النهارده الماتش انا قلت لك الشوط الاولاني ضعيف جدا، الشوط الثاني ضعيف. يعني الشوط الثاني ايه؟ عارف ملامح على استحياء من الروح لما اللعيبه اتغيرت. يعني لما نزل شويه عصام واحمد عبد القادر رغم انه ما عملش حاجه برضو علامه استفهام، ما عملش حاجه، بس ايه؟ اتشدد شويه من ناحيه نص ملعب الاسماعيلي. لكن ضعيف برضو. يعني شوط ضعيف لان الفرص هي الكره اللي طلعها شوبير بتاعت عبد الرحمن مجدي، وكره طلعها فوزي، هم دول تعتبر شبه جوان يعني، او ممكن تيجي جوان الماتش. ايه في الماتش؟ انا بقول في الماتش. ف بصراحه النهارده علامات الاستفهام على اللعيبه كتيره جدا. يعني في ماتشات بيلفت نظرك واحد عمل حاجه، اثنين عمل حاجه، لكن انا النهارده لما اجي في ماتشات ثانيه قلت لك مثلا زياد كان كويس، احمد سيد غريب كان كويس، محمد اشرف عمل حاجه. ماتش الاتحاد اللي انت بتتكلم عليه النهارده تيجي تقول لمحمد اشرف لا، مع عبد الرحمن مجدي فايت منه على طول وبتاع ما عملش حاجه. تيجي تقول فخري وميدو نبيل بعاد وما عملوش حاجه. زياد طارق ما الشوط الاولاني كله ما عملش حاجه. احمد سيد غريب نفس الشيء. يعني شرقيه يمكن سيرد باك وما جاش عليه حاجات كتيره ما تقدرش تقول. واحمد نبيل نزل ناحيه اليمين، وكمان محمد نصير ما لحقوش يعني دولت قوي. طب تعالى حتى للقدام اللي باين عليه رغم ان هو ساعات بيعمل حاجات اوفر، لكن باين طبعا ان هو برده لعيب كبير ولعيب. هو محمد عبد المنعم يعني رغم انه بيعمل حاجات ساعات زياده شوي. يعني لكن هو شوي. طبعا باين في مواقف واحد ضد واحد ومواقف انه بيقطع الكره ازاي والكلام ده. فالنهارده لا، من الماتشات اللي مش يعني ما حسيتش ان ما حسيتش ان حد حتى باين انه عمل حاجه او حد يقول عليه. فالفرص بتيجي
وهتيجي اكتر من مره. الفرص دي يا كابتن اسامه يجي فتره تتلاشى الفرص. طب ما طبعا يا ايمن يمكن شريف وعلاء قالوا لك، واعتقد بلال لما يجي يتكلم هيقول كده، انت كنت بتستنى الربع ساعه. مظبوط يا كابتن، يعني تقعد مع مدربك اللي هو بيمرنك مثلا الكابتن جوهري ولا انور سلامه ولا فلان ولا فلان ولا اجنبي ولا بتاع، بنشتكي يا عم انا نفسي العب ربع ساعه، اديني بس تلت ساعه، اديني بس، مستني مثلا بعد ست شهور انك هتاخد ربع ساعه. ماشي، اسمها كنا بنسميها فرصه برضو. لكن انت دلوقتي الاداره رفعت عنك كل الحرج، وهتلعب بالناشئين وباللعيبه اللي هي مصابه واللعيبه اللي ما لعبتش كتير وكذا وكذا وكذا. انت ابتديت كويس ماتش الاتحاد وعملت شكل، مش بقول على النتيجه برضو، لانك انت ممكن مش شرط تكسب ثلاثة حتى بالفرقه الكبيره. مظبوط، لكن انت قاعد الاداء ينزل، يعني كل ما بتاخد ماتشات الاداء بينزل بينزل. لا، المفروض الاداء يا يطلع يا على الاقل يثبت. هعمل حاجه توضح لي ان ده ان انا يعني واعد او انا مستحق الفرصه دي، ده انا مستحق البس التيشيرت الاحمر. فلا، فالنهارده بصراحه لا، الاداء ما كانش مقنع تماما، والنتيجه عادله. ما يعني الفرص هنا والفرص هنا، واحنا قلنا فرصه هنا ولا فرصه هنا، ما فيش حاجه واضحه قوي يعني. فنتمنى ان الماتشين الجايين ما زالت الفرصه موجوده. يعني احنا كنا بنتكلم على ايه، ربع ساعه و10 دقايق؟ لا، انت بتاخد، انت فاكر الجيل لما حصلت عقوبه على 16 لعيب؟ طبعا. ولعب مجموعه حسام حسن وعلى عبد الصادق وابراهيم وعلى عبد الصادق وبدر رجب، لعبوا الكاس كله خليل. باستثناء كان معاهم علاء كمل وشوبير وشوبير ومجد عبد الغني، انتوا الثلاثه بس، مجد وعلاء وشوبير بس اللي كملوا بعد كده، بعد ماتش الزمالك هم اللي كملوا او خدوا الكاس. كان وسطهم ثلاثه، ايوه، خدوا الكاس بالروح والكفاح، وما كانوش مبهرين يعني، عملوا اداء مش طبيعي يعني، بس بس كان في كفاح غير طبيعي، ان تحس 50 واحد جوه الملعب. بعد كده بقى لعب منهم ناس كتير، حسام وابراهيم وعلى عبد الصادق، معظم الفرقه دي كملت، بدر رجب ومحمد السيد عاطف الاباني وطارق خليل. صحيح في ناس ما لعبتش يعني سنين كتير بعد كده، بس يعني طلع منها كذا واحد. حماده مرزوق، حماده مرزوق ده هو جاب الجول الاولاني. انا اقصد ان كان في 7 و8 في الملعب، يعني النهارده صح في 7 ومش هي دي فرقه طبعا الاهلي الاساسيه، 7 لعيبه ناشئين في الملعب، ولكن لازم الروح والحماس يبقوا اكتر من كده. يعني الاداء كان بنتمناه ضعيف. نتمنى ان شاء الله في الماتشين الجايين يبقى الاداء افضل والروح تبقى اعلى. لكن انا طبعا برضو بامانه انا قلت يمكن مصطفى شوبير تعامل مع اكتر من موقف بثبات يعني. صحيح. طيب كابتن بلال، هو فكر وشخصيه لعيب ولا امكانيات؟ انا بتكلم بصفه عامه. يعني ايه فكر وشخصيه لعيب ولا امكانيات؟ عشان بس ابقى فاهم السؤال، امكانيات قصدك اللعيبه يعني؟ انا بتكلم عن امكانيات اللعيبه، يعني فكرهم وشخصيتهم ده جزء من امكانياته. لا انا بتكلم في امكانيات فنيه، انا بتكلم على امكانيات فنيه. لا انت عارف ان انا قصدي ايه، وانت يعني لا ما تلعبش بالالفاظ، انما بيحاور انت عارف انا قصدي ايه، لان انا اقولها لك بالبلد. لازم يكون في فرق بين، ما احنا بنتكلم بنقول ايه دايما، لعيب النادي الاهلي يعني مش عايز اقول حاله خاصه ولكن مميز، كواليتي مختلفه. مفترض ان يكون كواليتي مختلفه. المفروض ناشئ النادي الاهلي يكون كده. المفروض تكون كواليتي مختلفه تماما طبعا. ناشئ النادي الاهلي ده وضع طبيعي كابتن مصطفى. انت يعني زمان انت كنت بتصعد لعيبه وبتصدر لعيبه تانية للفرق التانية، يعني انت بتصعد لعيبه عندك، بتصعد الاميز عندك واللعيبه الكويسه، لان ما كانش فيه لعيبه في النادي الاهلي مش كويسه في الناشئين. صح، خد بالك. تمام، فانت حتى اللعيب الكويس بس اللي ملوش مكان فوق، أيوة، كان بيمشي بالزبط. بيروح لاوقات يعني مش بعيده. كانت اللعيبه الكويسه دي بتروح بره تشتغل وترجع لك تاني، بالظبط، تتالق وبتروح منتخبات وبعدين ترجع لك تلعب. صح، معاك تاني. وخلي بالك احيانا كمان كتير، وشفناها زمان كتير جدا 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 في جيلنا، اللعيبه اللي هي طالعه من ناشئين النادي الاهلي كانت بتروح فرق ثانيه وبتصنع الفرق معاه. طبعا طبعا، وبتاثر. لا انا عايز اقول لك كمان، اللعيب اللي انت بتمشيه من النادي بيروح فرقه تانية بيصنع معاها. بالظبط، لان انت ما كنتش بتمشيه لسوء مستوى، انت كنت بتمشيه بالظبط. يعني بيبقى عندك القايمه فيها 25 لعيب، فبتقدر، خد بالك، انت كان في اوقات
تفضل تعد في اللعيبه وتشوف انت كجمهور خد بالك يا ترى مين اللي هيخرج من القايمه، يا ترى مين اللي مش هيبقى موجود، يا ترى مين اللي هيقارن بين مين ومين. كانت اللعيبه كلها مستواها عالي جدا 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 في النادي الاهلي. الفكره كلها يا كابتن في مصر بشكل عام، خلي كلام بوضوح يعني ماشي. مفيش كواليتي، مفيش كواليتي مصر كلها بشكل عام، خد بالك في الاهلي والزمالك وبيراميدز والاتحاد وفي كل الفرق الكواليتي ضعيفه. ليه؟ القدرات بص يا كابتن مفيش مدربين في الناشئين بشكل كويس، عشان يبقى الموضوع ايه يعني بشكل عام. منتخبات مفيش مدربين بشكل كويس، انت ما بتحصدش اي نتائج في المنتخبات بقالك فتره طويله جدا، تمام؟ اي فرقه بتروح المنتخب دلوقتي ولا بياخد بطوله ولا بيوصل نهائي ولا بتتكلم عن مستويات الناشئين اكيد وضع طبيعي جدا، وضع طبيعي، فاهم قصدي؟ الموضوع بقى يعني بغض النظر بقى عن الانديه الكبيره، الموضوع بقى كوميرشال قوي يعني، فاهم قصدي؟ انت كنت زمان اللعيب بيلعب في الشارع وفي الحاره وبيروح وبيجي وبتجيبه وبتتفرج عليه، النهارده انت كمان مش قادر تنتقي، مش قادر تجيب غصب، خد بالك غصب عندك، غصب عنك كنادي كمان لقله المعروف، لقله الموجودين مزبوط. امكانياتهم يعني كبيره وحلوه، انت كنت الاول زمان يعني النهارده بتنقي اللي بيعرف يباصي شويه، تقعد تتفرج كده تقول يا ترى مين اللي في دول بيعرف يباصي ويستلم ويسلم. النهارده في لعيبه في الدوري الممتاز يعني صحيح. امكانياتها يا دوب بتعرف تباصي، وفي لعيبه ما بتعرفش تباصي كمان للاسف والله العظيم يعني يؤسفني ان انا اقول كده، بس ده وضع، ده حال الكره المصريه، وده الوضع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. هل انت الدوري العام المصري ده تمام دوري قوي في الاوقات في الوقت الحالي؟ طب نقارن ما بينه وما بين عشرات السنين اللي فاتت. انت كان، انا اسف، غزل المحله دي كان فيها فرق قويه جدا، فيها خمسه سته منتخب على الاتحاد السكندري، طبعا الاسماعيلي، الزمالك، المصري، الاتحاد، كل الفرق يا كابتن كان فيها لعيبه. تخيل كده يا بلال بعد اذنك لو احنا عايزين نعمل منتخب مصر فرقه دلوقتي، هتلاقي هتيجي الاربع خمس لعيبه وتقف، ايوه هتبدا بقى تفكر تقول هتوه. المغالاه كمان في اللعيبه يا كابتن، معلش المغالاه في اللعيبه، الارقام الكبيره دي كمان يعني خلت التنافسيه مش حلوه، كمان خلت اللعيبه افكارهم كمان مختلفه، مع احترام يعني النهارده اللعيب بيلعب سنه ياخد رقم، السنه الثانيه باخد رقم ثاني، خلاص بالنسبه له كره القدم انتهت. ليه؟ لان الثقافه اصلا يعني ثقافات اللعيبه عندنا الى حد ما يعني مش حلوه قوي، مش افضل حاجه، فاهم قصدي؟ اللعيب النهارده اللعيبه يا كابتن، اللعيبه بره في اوروبا من وقت كبير له حد بينظم له اعماله، وشركات بتدير له اعماله. طب النهارده اللعيب هو عنده ايجنت وشكرا سلام عليكم والسلام، هتاخد كام؟ هاخد 5 قروش، تمام؟ هتاخد كام؟ هاخد 10 قروش وشكرا سلام عليكم والسلام. خد ال 10 قروش في سنه في سنتين خلاص انا موظف. كده لا هو نفسه يقول لك ايه، انا كده اكتفيت. طب هو بجد، طب هات لي لعيب مثلا يعني في الاجيال الجديده بقى له 5-6 سنين مثلا متالق، ولا حد مش يعني عارفين. لو الذاكره مش هتخني انا يا كابتن علاء، اعتقد مفيش. انت بتعتمد على اللعيبه اللي هي بتلعب بره، ليه المحترفين في المنتخب عندك وبتلاقي قليل قوي اللي بتاخدهم من الدوري العام؟ قليله كواليتي، مفيش كواليتي. فهرجع اقول لك برضو انت عندك مشكله، تمام؟ وموجوده في مصر كلها، الكواليتي مش افضل حاجه في العالم. وخد بالك في فترات برضو بتيجي، في فترات برضو سنين بتعدي بتلاقي برضو ان الكوره برضو قليله، وان المواهب مش افضل حاجه، وبتيجي فتره بتلاقي المواهب فيها كويسه وان الدنيا، بس لازم كره القدم في مصر تتطور. انت برضه هتجيب منين؟ صح، انت في مصر انت هتجيب منين؟ يعني ان النهارده مثلا عشان النادي الاهلي يفكر يتعاقد مع لعيب في الدوري المصري، لو قلت لك رشح لي 5-6 اسماء هيبقى من الصعب عليك جدا انك ترشح 4-5 اسماء يعني كواليتي عاليه جدا، اللي هم ايه، تبقى متاكد ان انت رايح بيهم تاخد بطوله افريقيا مثلا يعني، تمام؟ اعتقد الامر هيبقى صعب جدا لما تيجي تفرز لعيبه الدوري العام المصري كده بشكل كبير، وتيجي تتفرج وعلى الصعيد الاخر تلاقي الانديه مثلا لو لعيب عنده جاب جول في الاهلي وفي الزمالك مثلا، هتلاقيه يقول لك عايز 50 مليون، عايز 60 مليون، عايز بدولار. بعد اذنك في مشكله ثانيه، هو بيجي ده لا بياخد بطولات ولا متعود انه ياخد بطولات، وانت فريق بطولات. يعني قبل ما يتاقلم معاك ويخش معاك في النسيج ده، ده انت بختك ده فكر وشخصيه لعيب، ده اللي انا بتكلم عليه كمان ده وبعدين زي ما انت بتقول ده قبض خلاص، ما هي ودي ازمه في حد ذاتها. الحاجه الثانيه برضو المهمه، احنا لعبتنا مش واخدين على الضغوطات الكبيره. ليه؟ عدم وجود الجمهور برضو في الاستاد فارق بشكل كبير جدا جدا جدا. انت النهارده انت بتتربى من وانت صغير انك يبقى في جمهور، فانت دايما تلعب تحت ضغط، دايما تلعب ايا كان نوع الضغط، بتلعب تحت ضغط على طول، فانت متربي عندك شخصيه.
النهارده برضو ايه يعني كون ان الجمهور ما بيروحش برضو الاستاد في الماتشات برضو مخلي اللعيبه يعني مش بنفس القوه ولا بنفس الحماس ولا بنفس الشخصيه. يعني انا هقول لك في ماتشات كتيره جدا يعني في ماتشات كتير تبقى انت بتلعب كويس على فكره بس متعادل وتلاقي الجمهور مش راضي عنك خالص وخارج من الملعب عارف يعني يا دوب بتتدارى كده يعني بتقول لا الماتش الجاي لازم ابقى احسن من كده تمام لانك انت برضو بتراعي رد فعل الجمهور بتاعك يعني عامل له حساب عامل الجمهور حساب. النهارده برضو قله الجمهور او عدم تواجده في الملعب مخليك الموضوع مش فارق معاك بشكل كبير. خلصت الماتش وسلام عليكم وسلام روحت وتمام الدنيا تمام وباخد فلوسي والدنيا حلوه ومرحرحه وزي الفل. فدي برضو حاجه من ضمن الحاجات السلبيه اللي بتمر بيها الكره المصريه يعني برضو يعني برضو من ضمن الحاجات برضو الصعبه جدا 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 في الدوري العام يا كابتن انك انت الدوري بتاعك مش مظبوط. يعني انت الدوري النهارده تلعب وتقف وتروح وتلعب وتقف وتروح وتقعد تلعب ماتشات ورا بعض وبعدين تقف شويه حلوين وبعدين الدوري مش منظم مش مديك برضو انت كمدرب تعرف تشتغل باريحيه مع الفرقه فاهم يعني انت مش عارف تشتغل يعني النهارده انت هتعمل ريكفري ولا هتشتغل على الاخطاء ولا هتشتغل على التكتيك بتاع الماتش اللي جاي. ما انا بقول لك مش قادر كمان تشتغل بشكل كويس في اكتر من سبب مخليك تظهر بمظهر مش احسن مش افضل شيء. انت النهارده ايه احسن فتره كانت موجوده في الفترات بتاعتك لما جت الكورونا واللعيبه كانت واخده الراحه وابتديت تشتغل معاهم افريقيا في افريقيا تانية في دوري عام في سوبر في لم في ثالث عالم لما اتزنقت الدنيا واتزحمت غصب عنك مش قادر تشتغل وده امر صعب جدا برضو عليك انت الانديه الكبيره امر صعب عليها كنادي اهلي. اللي عايز اقوله من الماتش ده او الماتشات دي احنا مش هنعلق على الاداء احنا في الماتشات دي اللي زي دي وجهه نظر يعني انت مستني عشان تشوف لعيب بروميسنج بالنسبه لك انا وجهه نظر يعني فاهم قصدي انا لا احكم بقى على الاداء الفني الشرقيه ولا متولي ولا عبد المنعم مش هتكلم في الحته دي انا هتكلم على حته ان انت بتبص على بتشوف مين يا جماعه هيستمر هيكمل. ومين مش هيستمر معايا. كابتن علي وكباتن كلهم اتكلموا في نقطه مهمه جدا قال لك انت قاعد النادي بيقيم مدرب بيقيم الجمهور قاعد بيقيم وعلى فكره التقييمات كل الانديه الثانيه كمان الانديه الثانيه كمان بتقيمك بس انا بكلمك على الافضل يعني هنا الاهلي رقم واحد طبعًا ادارته لمدربه وجمهوره وبعدين الانديه الثانيه رقم اثنين تمام. فانت كل الناس دي كل ده بيقيمك وبيشوف هل انت عندك شخصيه تناسب الاهلي ولا ما تناسبش الاهلي الكواليتي بتاعك امكانياتك ومهاراتك مهاراتك تسمح لك ولا لا هل انت بدنيا كمان تقدر تكمل وما في لعيب هو يعني الفيزيكال بتاعه ما بيقدرش يشتغل بشكل ورا بعض بالظبط في استدامه فانت النهارده برضو قاعد انت بتقيم من خلال مجلس الاداره بتقيم من خلال المدرب بتقيم من خلال الجمهور بتاعك بتقيم زي ما كابتن اسامه من خلال باقي بعض الفرق الثانيه. ما هو النهارده انا ممكن امشي بالاهلي معلش ممكن امشي بالاهلي يجي لي فيوتشر ممكن امشي بالاهلي يجي لي غازي المحله يعني مع احترام الانديه طبعا يعني بس اقصد اقول انك انت لو فقدت الاهلي تمام لو فقدت الاهلي لان الاهلي ما افتقدش حد بس انت لو فقدت الاهلي ممكن تنزل للدرجه اللي بعديها على طول تمام لكن وممكن تروح في حته ثانيه خالص حته بعيده جدا ما حدش يعرفك ما حدش يفتكرك اساسا يعني بالزبط. فدي فرصه كبيره للعيبه اللي موجوده ان تقول انا او تدي مسج للاداره وللمدير الفني والجمهور كمان تقول يا جماعه صحيح. انا ممكن اكون لعيب للنادي الاهلي في يوم من الايام صحيح. يعني الاوضاع صعبه طبعا وكل ماتش بتشكيل مختلف عشان الحكم وانا بعذر يعني في بعض الاوقات بعذر اللعيبه شويه يعني لكن النهارده انت بتعذره كمحلل لكن هو النهارده النادي له نظره مختلفه تماما لان الاوضاع دي ما بتتحسبش انا النهارده ببص على النادي الاهلي بيبص على مصلحته بيبص على مصلحته انك انت النهارده بتقيم اللعيب تقييم حقيقي ده هيقدر يستمر معايا ولا مش هيستمر معايا ده هيقدر مكمل معايا ولا مش مكمل معايا هل ده لعيب انا ممكن احتاجه ولا مش ممكن احتاجه اللعيب عليها دور مهم جدا يا كابتن ايمن ده مش وقت شغل يعني انك انت تقول اللي جاي افضل لان اللي جاي مش هيبقى افضل بالنسبه للعيبه لو اساءت في حق نفسها. صحيح. طيب نروح مع بعض نشوف مستر سواريش قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه ونرجع لحضراتكم مره اخرى. مساء الخير جميعا. فار مقدمين سوبر جو. هنتكلم بس يا شباب عن المباراه.
Penso que a primeira parte não foi muito bem conseguida da nossa parte. بالنسبة للمباراة، الشوط الأول ما كانش كويس بالنسبة لنا. Nosso adversário esteve melhor que nós. كان الخصم بتاعنا أفضل مننا. Principalmente nós com bola fomos pouco ofensivos. حتى احنا واحنا معانا الكرة في الشوط الأول ما كناش هجوميا أقوى حاجة. Tivemos bocadinho apáticos. كان في برضه بعض الأمور كده بتتصلح. Pouco agressivos. برضه كان العنف أو الشدة بتاعتنا ما كانتش هي هي. Nosso adversário tem qualidade. الخصم بتاعنا طبعا عنده لاعبين مميزين وفي كفاءة فنية. E penso que na primeira parte valeu-nos a nossa organização defensiva. وكان يعني عمل فايدة لينا بالنسبة للشوط الأول هو التنظيم الدفاعي بتاعنا. Para chegar ao intervalo com 0-0. إن احنا قدرنا نخرج من الشوط الأول ما بين الشوطين والنتيجة 0-0. Na segunda parte tudo foi diferente. الشوط الثاني طبعا الأمور اختلفت. Conversámos ao intervalo, modificámos algumas coisas. اتكلمنا مع اللاعبين ما بين الشوطين وقدرنا نصلح بعض الامور برضه ونغير بعض الامور. Fomos mais agressivos, mais intensos. قدرنا نخش المباراة يا شباب بشدة أكتر وقدرنا إن احنا نكون أشد منهم. Mantivemos a consistência defensiva. وقدرنا نحافظ برضه على نفس التنظيم الدفاعي بتاعنا. O adversário não nos criou perigo nenhum, excepto num lance em que estava fora de jogo. يعني يمكن الخصم في الشوط الثاني ما عملش علينا اي خطوره هي كره واحده وكانت الكره اوفسايد. E nós falhamos novamente pelo menos duas oportunidades muito muito boas. واحنا للاسف ضاع مننا كورتين كانوا كويسين جدا قدام المرمى. Uma delas inclusive não estava ninguém na baliza. واحده منهم حتى يعني يمكن كان الحارس مش في المرمى. Estava um único jogador perto da baliza. كان لاعب واحد بس هو اللي قريب من المرمى. Mas nós não fomos eficazes. بس احنا طبعا ما اثرناش التاثير الكافي ان احنا gostava de نطلع بالهدف. De dar os parabéns aos meus jogadores pela capacidade de trabalho. انا عايز اشكر اللاعبين واحييهم على القدره بتاعتهم في العمل وفي الشغل. Tenho muito orgulho nestes jovens. انا فخور جدا باللاعبين الصغيرين. E nos menos jovens que estão a ser um exemplo muito importante para os jovens ter um caráter no futuro. واللاعبين اللي هم بتوع النادي الاهلي بتوع الفريق الاول مهمين جدا بالنسبه لنا لان هم دول اللي بيدوا مثال طيب للاعبين الصغيرين ان يبقى لهم شخصيه ويقاتل عشان روح النادي الاهلي في الملعب. Estamos a criar condições para que eles no futuro possam ser melhores. والحمد لله بنخلق الظروف دلوقتي اللي هي تسمح ان هم في المستقبل هيكونوا افضل بكتير. Nós sabemos que não é fácil lançar tantos jovens de uma vez. طبعا احنا عارفين ان صعب جدا انك انت تحط لاعبين صغيرين كلهم مع بعض مره واحده. Temos sido muito criteriosos a lançar os jovens. يعني لازم احنا نعملها بحساسيه شديده جدا. Tentar dar-lhes condições para que eles possam fazer jogos com qualidade. يعني حتى احنا برضو لازم نديهم الظروف اللي تسمح لهم ان هو لاعب صغير يخش المباراه يقدر يأدي كويس ويعمل حاجه كويسه. E penso que eles merecem o meu respeito e a minha admiração. شايف ان هم بصراحه يستحقوا احترامي وتقديري. عايز اساله عن الوقت اللي هو لعب بالناشئين وده كان قرار كمان الاداره فبالتالي رفع من عليه الضغوط. هل وضع ايده على العناصر المهمه اللي ممكن تكمل معاه الفتره اللي جايه خصوصا انه عندنا منافستين السوبر والاستكمال بطوله كاس مصر الجديده وبالتالي هيكون حاط ايده على عناصر مع رجوع اللاعبين هتكون بالنسبه له الصوره اكتملت الفرقه بشكل كامل. هل هو عنده خلاص التصور ده؟ البرجونتا سيبوسي اول حاجه البرجونتا سيبوسي جا كونسيجيو اكوني سيرفي و جوغادوريز جوفينش بارا جا اسكوليرو جوغادوريز كي بودر كونتينوار كونوشكو بنساندو كي نوش فاموش تير تامبي دواس كومبيتيسويش ليجاداش استا كومبيتيساو كي ا سوبر تاسا اي تامبي او فيستو دا تاسا دو ايجيتو ديستي انو. Sim, com a volta também dos jogadores lesionados e também os outros jogadores. Sim, eu conheço todos os jogadores que treinam comigo e que eu coloco a jogar, eu conheço todas as suas qualidades. انا دلوقتي الحمد لله قدرت ان انا اعرف كل اللاعبين اللي بيشتغلوا معايا واللي بلعبهم في المباريات قدرت اعرف ايه ظروفهم وايه كفاءات الفنيه الموجوده عند كل واحد e a sua personalidade e os seus defeitos também. وبرضه عرفت كل واحد شخصيته ايه وهي العيوب بتاع كل واحد. E eu tenho passado à direção todas estas informações. Logicamente que estas informações são muito particulares. É entre o presidente e eu. وطبعا هعدي يعني هعطي التقرير بتاعي للاداره في المعلومات دي والمعلومات دي بتبقى معلومات حساسه جدا بتتم ما بيني وما بين الرئيس على طول.
Presidente sabe claramente qual é o meu ponto de vista. الرئيس يعرف كويس جدا ايه هو وجهه نظري. Quais os erros que cometemos. وهي الاخطاء اللي احنا بنقع فيها. O que temos que fazer para os corrigir. وايه اللي احنا المفروض نعمله عشان نصلح. Para que na próxima época nós sejamos uma equipa forte, coesa, ambiciosa e vencedora. عشان نكون في ان شاء الله الموسم الجاي فريق قوي ثابت طموحه عالي بيفوز على طول. Sabemos qual é o caminho a seguir. عارفين طبعا ايه هو الطريق اللي احنا لازم نخش فيه. Já estamos a fazer esse caminho. واحنا خلاص يعني قطعنا خطوات في هذا الطريق. Como eu disse na última conferência. وزي ما قلت في اخر مؤتمر صحفي عملته. Mesmo que eu esteja a ser atacado. حتى لو انا برضو عليا بعض الاتهامات. Não tenho problemas com isso. ما عنديش اي مشكله بالنسبه للكلام ده. Sou treinador. انا مدرب. Estou preparado para essas críticas. لابد اني اكون جاهز للانتقادات دي. Porque para mim o mais importante é o futuro do Ali. لان انا بالنسبه لي اهم حاجه دلوقتي هو مستقبل النادي الاهلي. Eu, em vez de pensar em mim, بدل ما افكر في نفسي, expliquei às pessoas como é que nós dávamos a volta à situação. شرحنا للناس ازاي احنا نقدر نرجع الموقف بتاعنا. Estamos a seguir esse plan. وماشيين على خطه. Não pensando no meu interesse, mas sim no Ali. ما بنفكرش في اي مصلحه خاصه بيا ولكن بنفكر في مصلحه النادي الاهلي. Porque o Ali está acima de todos nós. لان الاهلي فوق الجميع. Lamento não ter mais vitórias para dedicar aos nossos adeptos. الحاجة الوحيدة اللي بتزعلني ان احنا لسه ما فيش طبعا اللي هو المباريات اللي بنفوز فيها بشكل كافي عشان حتى نسعد الجماهير ونعطي لهم الفوز ده. Mas estou plenamente convicto que este é o melhor caminho para o Ali. ولكن انا 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 الحمد لله واثق بكل ثقة ان ده افضل طريق للنادي الاهلي. الجزء الثاني من السؤال ان حسب المعطيات اللي هو حاط ايده عليها Então, em relação a destes dados que você tem agora, dá para nós tiver competição na Supertaça e também na Taça do próximo ano? Ou ainda você não pode prometer nada destes títulos? Não, eu o que prometo desde o primeiro dia. Elana Adar Awaibi, min awil yom wasalt hina. É muita seriedade. ان يبقى في جديه عاليه جدا muito profissionalismo واحترافيه عاليه جدا e muita ambição وطموح عالي جدا جدا depois no futuro serei julgado por vocês logicamente بعد كده المستقبل طبعا هيكون قدامكم pelos resultados والنتائج اللي هتحكم o futebol é assim portanto وكرة القدم هي كده e eu estou preparado para isso وانا جاهز للحاجات دي thank you انتهى المؤتمر وسمعنا كلنا اللي قاله مستر سواريش. فترة إن شاء الله بإذن الله يكون فيها إيجابيات. يعني النتائج مش هتبقى في صالحنا وإحنا قايلين كده من فترة يعني. النتائج مش في صالحنا ليه؟ لأن إحنا تعودنا في النادي الأهلي إن التعادل ده هزيمة. إحنا تعودنا على كده وجمهورنا تعود على كده. فالفترة دي يعني مش هتبقى النتائج كويسة. وممكن كمان الاداء ما يبقاش كويس لكن فتره ان شاء الله نتمنى ان حتى الايجابيات البسيطه اللي موجوده نستفيد منها فيما بعد بيان القبض على 5 اشخاص قاموا بالقاء الحجاره على اتوبيس مشجعي النادي الاهلي طيب نروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد الفاصل انتظرونا مرحبا بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين كابتن شريف طيب الحل إيه؟ الحل معروف إيه الحل إيه؟ اللي هو إيه؟ أنا أولاً بس عايز أكلم الولاد اللي لعبوا النهاردة وإحنا بنشرح لهم إن الوقت اللي هما فيه ده إحنا لما جينا لعبنا فعلاً لعبنا مع في وسط عمالقة يعني لعبنا مزبوط. كل واحد فينا خد حظه صح مع الفريق الأساسي كبير. مع الفريق الاساسي بتاع النادي الاهلي يعني وكان عندنا كتيبه لعيبه جامده قوي تقدر تشيلك برضه في وسط الملعب كل اللي كان محتاج انت انك انت تطلع الكره اللي عندك وشخصيتك بتمنى ان هم كانوا ياخدوا الفرصه دي ما يبقوش كلهم في نفس الوقت مع بعض في وقت واحد يعني الناس فاهمه الكلام ده كويس قوي وبنتمنى لهم كل يعني اتمنى محمد اشرف قدامه علي معلول مثلا لغه الكره هتتغير يعني فانا بتمنى الاول
ان هم يهتموا زي ما الكباتن كلهم قالوا ان هم بينصحوهم نصيحه في وقت من الاوقات احنا كنا في سنهم واعمارهم. يعني الحل طبعا في ان كل واحد في اللعيبه الكبيره اللي موجوده يشوف اللي حصل السنتين اللي فاتوا دول في خلال الدوري ويعرف هو حاسس بالاسباب شكلها ايه. خدوا فتره راحه اهو يعملوا فتره اعداد جيده جدا يكون حصلت استشفاء كويسه قوي للعيبه. لازم مجلس اداره يشوف الاماكن اللي هو يقدر يعمل حاله تعويضيه فيها في الميركاتو اللي هو الاساسي ده، مش لسه هنستنى يعني من الاول خالص نكون عملنا كام صفقه باذن الله تكون موفقه تليق بتيشيرت الاحمر يعني. وده طبيعي وده العادي اللي النادي الاهلي بيعمله على طول يعني، بس المره دي انت محتاج في كذا مكان اسماء دوليه يعني ناس دوليه واعمار سنيه كويسه يعني تبقى موجوده تواكب بقى شكل تاني محليه ومن بره على حسب شكل التسويق. انا شكل لعيبه دوليه مش لعيبه نص نص سنه هتيجي تعيش معايا معايشه وبعدين ترجع ما بياخدوش دوري ما بيحاربوش على دوري ما بيحاربوش على بطولات لا انت عايز كواليتي تاني، نوعيه لعيبه تانية بتلعب في الخارج تلعب في اي حاجه مطلوبه لعيبه محترفه. طب والاستعانه ببعض الناشئين اللي خدوا الفرصه ما ده بتاع شكل المدير الفني اللي هيبقى موجود. ممكن يتقي مدير فني تاني تعرف. لا الله اعلم دي حاجه ما نعرفهاش ما نقدرش نتكلم فيها دي. هيبقى يمكن يكون يجي مدير فني كان موجود عندك هنا قبل كده في مصر وعارف وعلى درايه بكل شيء يبقى بيشتغل برضه الله اعلم ما نقدرش نجزم بحاجه زي كده في مؤسسه زي دي. المؤسسه اعتقد ان السنه الجايه هتبقى حاجه تانية خالص في التدعيمات يعني. بعد اللي حصل ده ما حدش هيرضى باي حاجه تانية. بنحارب على كل البطولات مش على بطوله واحده ونقول كفايه، لا زي عاده النادي الاهلي يعني. فهو ده الحل، هو ده الحل المعسكر كويس في جميع القطاعات في النادي. السنه الجايه هيبقى الشكل على قدم وساق يعني، وطبيعه النادي الاهلي في التعامل يعني. مش اكتر من كده، سياسه النادي الاهلي معروفه يعني. ايوه تمام، ده الحل الوحيد يعني. كابتن علاء حل من وجهه نظرك يعني الفتره القادمه يعني. بص انا عايز اسالك سؤال الاول، انت لما كنت ناشئ او احنا كلنا لما كنا ناشئين يبقى ليك نجم بتقول انا عايز اطلع انا في امكانيات بعض الامكانيات ان انا ابقى زي النجم ده، او عندي هدف ان انا اتحط في وسط اللعيبه دي وعندي حافز ان انا العب واقدر العب صح؟ ولما بتجي لك الفرصه بتمسك فيها، بالرغم ان احنا برضو احنا عاذرين بعض اللعيبه ان هم سته سبعه مع بعض غير واحد او اثنين او ثلاثه حتى في وسط مجموعه كبيره كويس. ولكن اللعيب الناشئ لازم يكون له هدف. هو انت ناشئ ليه في النادي الاهلي؟ عشان العب فريق اول بس، هو ده الهدف بتاعك، ده هدفك. وانا رايح النادي الاهلي عشان اخد بطولات ناشئين وكده، ما بطولات كتير جدا جدا جدا، وكل القطاع بتاع الناشئين ده في النادي الاهلي مش هتاخد بطولات، بطولات عندك كتير قوي عشان في الاخر يبقى عندك نجم او اثنين او ثلاثه يبقى موجودين ويبانوا. على فكره يا ايمن هم صغيرين جدا، بقول لك مثلا فريق 15 سنه في فلان وفلان 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 هيكملوا اربعه خمسه وهم صغيرين كده، تفضل عينك عليهم لحد ما يكملوا. كل سنه بتروح اثنين ثلاثه موجودين وبتستنى فرصه، لانك زحمه زي ما كان بيتكلم بلال، زحمه جدا وتتمنى فرصه. الفرصه جت يعني المشوار قل عليك قوي ان الفرصه جت يبقى استغلها، ما استغلتهاش يبقى انت غلطان، ما تلومش غير نفسك. انا مش بخصو ولا بلوم، لكن انا يعني ايه عايزهم يبقوا افضل من كده، من كده يعني. هي نصيحه انك انت جات لك فرصه من الصعب ان تتكرر تاني. صحيح، من الصعب. انا مش طالب منك حاجه، انا طالب تقول انا موجود بس وتسكت، ولا طالب منك نتيجه، ولا طالب منك انك عايز لازم الدوري والكلام ده كله. لانك فرصه جات ان الناس كتير قوي ريحت خلاص، العب حتى لو بتلعب أربعة خمسة في المباراة الواحدة ماشي العب. والقرار ده شال من عليك الضغوط كمان خالص، ما فيش أي ضغوط خالص يا أيمن، العب اتفضل العب. حتى ما معلش مع احترامي الكامل للفريق المنافس، أنت بتلعب وأنت يعني يا جماعة أنت بتنافس مين؟ ما هو برضه عشان لما تيجي تقيم وتقيم صح، ما أنت شوف المنافس بتاعك مين؟ ما مش منافس مش قوي قوي يعني، مش النهاردة، بتكلم على قبل كده. فهي فرصة جاية لك كاملة، أنا من وجهة نظري ممكن أبقى غلطان ممكن أبقى صح، لكن فرصة كاملة جات لك لازم تستغلها كويس. لازم، ولازم الناس يتكلم معاها شوية يعني.
انا حاسس ان لازم المجموعه دي تتكلم معاها شويه، لازم حتى لو هم مش واخدين الموضوع بجديه قوي ومستسلمين الامور، لا لازم حد يدوس عليهم ويعرفوا انت الفرصه دي جات لك لازم تستغلها كويس قوي. هتفرق كتير قوي ايمن، هتفرق كتير جدا حته الكلام وحته الفرصه اللي انت فيها دي هتفرق معاك. انما وراه مباراه مباراه وتلاقي تلات ماتشات دول خلاص راحوا منك، دي حاجه قيمك نهايه الموسم ما تلومش غير نفسك، لان انا هيشتري لعيبه من بره، هشتري لعيبه من بره، هدعم فرقتي من هنا، هدعم فرقتي من هنا، ده النادي الاهلي كل فرقه كبيره بتدعم كل سنه، النادي الاهلي محتاج يدعم السنه دي في اكتر من مكان، على فكره ده مش عيب. مظبوط. ومحتاج هيجيب لعيبه من المحترفه من بره، لو في حد موجود اكيد هيجيب، لان النادي الاهلي بيلعب على كذا بطوله ودايما يبقى عايز هو الاول. سيبك النهارده الموسم او الدوري بمعنى اصح حاجه استثنائيه كده، لكن مش هتتكرر تاني، مين هيقبل يتكرر تاني؟ ده خالص استحاله الموضوع ده يتكرر خالص، مش هيتكرر تاني ابدا يعني. عشان كده لازم الاستعداد او انك تبص على الموسم القادم ان شاء الله، لازم تبص نظره بهدوء كده وتشوف انت عايز ايه السنه الجايه. صح كابتن اسامه، الكابتن علاء قال طبعا فتره او السنه اللي جايه خلاص مش ممكن هتقول بقى ان انا يعني ممكن اخسر خساره تاني. احنا خسرين 2 دوري ورا بعض، خسرين الكاس السنه اللي فاتت. فالحل من وجهه نظرك تدعيمات قويه من الخارج ولا في حلول اخرى من وجهه نظرك؟ لا، ما انت هتمشي في 3 خطوط او 4. اللي هم ايه؟ الخط الاولاني اللعيبه القدامى اللي هم ماشي. مميزين عندك، ودولت النسبه الاكبر من الفريق. ده وضع طبيعي. دول النسبه الاكبر من الفريق، دول يمثلوا مثلا 70% من قوام في الفرقه، اللي هو بقى معلول وحمدي والمجموعه دي كلها، والسوليه والشناوي وديانجو وشريف بالنسبه لنا وقفشه والمجموعه دي كلها. ايوه دي النوعيه الكبيره. في بعد كده عندك الناشئين. الناشئين لو انت قدرت من كل الناس طلعت 2 يكونوا في وسط المجموعه او 3 بالكثير، ادي خط تاني. ماشي. الجزئيه الكبيره لازم تشتغل بيها. ايوه لان النادي الاهلي محتاج لعيبه في مراكز كتيره. اللي هم القادمون من الخارج. من الخارج اقصد من خارج النادي الاهلي. أيوة طبعا. والاجانب. ايوه اولا الاجانب لازم تجيب 3 بنوعية قوية جدا، لازم تجيب 3 بنوعية قوية جدا. يعني دي وجهة نظري الشخصية. يعني ديانجو والمعلول طبعا دول ما فهمش كلام، لكن غير كده أنا شايف إنك تجيب 3 لعيبة أجانب، سواء بقى أفارقة، سواء أمريكا الجنوبية، سواء يعني هو غالبا سيبك من اللي هو الأوروبي الغربي صعب يجي هنا لانه عنده بقى بلاد. أيوة. ما انا بتكلم يعني افريقيا عامه، شمال او وسط او بتوع امريكا الجنوبيه. لازم تجيب 3 مميزين، وهم دول خلي بالك اللي هي مع ال 70% اللي موجودين عندك او ال 65% اللي هم القدام، هم دول هيبقوا قوام الفرقه تقريبا بنسبه 95%. لانك انت بتتكلم في لما يكون 5 اجانب عندك اقوياء، دي نص فرقه، نص الفريق، نص الفرقه تقريبا. يعني اذا استثنينا قلت لك قبل كده 4 مثلا جامدين قوي بيلعبوا في الملعب، وواحد برده مؤثر وبينزل مثلا او بيلعب بعض الماتشات بس متواجد، يعني مش واحد يبقى اللي عندك احسن منه، يعني دي نقطه. فدولت دي مؤثره. رابعا اللي هم الثلاث اربع لعيبه او الاثنين او الثلاثه اللي هتجيبهم من الدوري المصري، برضه لازم تجيب نوعية كويسة، لأنك أنت محتاج في مراكز كتيرة، سواء لمنافسة اللعيبة اللي موجودة أو إذا كانوا يحطوا رجليهم كأساسيين في الـ11. فهي دي الخطوط اللي أنت هتشتغل عليها عشان ترجع تاني بقوة الدفع اللي كنت قبل كده من شهرين 3 أو الموسمين 3 اللي فاتوا واللي قبليهم، عشان هتستمر في بطولات كتيرة، افريقيا وكاس ودوري وسوبر وان شاء الله كاس عالم لما تلعب افريقيا، يعني بطولات كتير. فدي الحاجات اللي هتشتغل عليها يعني. كابتن بلال، من وجهه نظرك محتاجين ايه الفتره اللي جايه؟ بص، يعني الوضع اللي احنا فيه في الوقت الحالي على فكره وضع طبيعي، يعني طبيعي يعني. ايوه يعني انا مش عايز اقول انه شاذ. ايوه
لان انت سنه الحياه الاهلي مش هيكسب كل حاجه على مدار تاريخه يعني يا جماعه. مظبوط. يعني وضع طبيعي جدا انك بتكسب 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 يعني بتكسب بتكسب، هيجي وقت تقع صح في سنه او سنتين. وخد بالك انت لما بتقع ما بتقعش من كل حاجه، لا 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 طبعا، يعني الناس ما تحسسناش ان احنا ايه يعني في حته تانية. مزبوط. لا انت انت وانت واقع واخد افريقيا صح تمام، واخد ثالث عالم، واخد ثالث عالم وانت واقع. أيوه. خد بالك يعني او انت مش في افضل حالاتك، يعني انت مش في افضل حالاتك. أيوه. زي ما بنقول. فانا شايف ان الامر ده صح، احنا لو خدنا كل حاجه ده بالفرقه الثانيه بتعمل ايه؟ مظبوط فاهم. أيوه. ومفيش نادي في العالم يا جماعه بيقعد يكسب طول العمر، استحاله. ده بايرن ميونخ اللي مسيطر على الكون كله في المانيا هناك برضه بيخسر دوري عام، يعني بيجي له وقت كده. وبرشلونه في اسبانيا وريال مدريد، ريال مدريد طبعا يعني طبيعي يا كابتن، يعني فانا بقول ده امر طبيعي. بس الامر الطبيعي ما بيبقاش مقبول من الجمهور بتاعك، جمهور الاهلي، ولا مقبول ليك انت شخصيا. مزبوط. انت كنادي او كلعيبه او كاداره او كمنظومه مش مقبول برضه، لان انت نفسك تكسب على طول صح. بس ما فيش في كره القدم كده في العالم، في العالم يعني. فانا بشوف لا، السنه دي او السنتين في الدوري العام دول في ترتيب كعاده النادي الاهلي، اعاده الترتيب مره ثانيه، التخطيط بشكل جيد. الكباتن اتكلموا في الحاجات الفنيه، ان اكيد الاهلي هيتعاقد مع بعض اللعيبه من خارج مصر، اكيد الاهلي هيتعاقد مع بعض اللعيبه من داخل مصر. اللعيبه هتبتدي يعني بعد فترات الراحه الجيده للعيبه الكبيره اخذتها زي ما قال الكابتن اسامه من شويه، اخذتها وهترجع بشكل يمكن في راحه شويه للموسم الجديد، هيبقى الوضع مختلف تماما. خد بالك انت مع يعني في أسوأ حالاتك البدنية. أي. وسوء التوفيق والتحكيم، وانت يعني كان الفرق بينك وبين الخصم تقريبا ست نقط. أي. دالك وقلت خلاص انا مش هقدر اكمل بالشكل ده. أي. مش الفرق مش شاسع. أي. بالك مش الفرق، مش مخلص الدوري زي فايلر كده من الدور الاول. أيوه. انت فاهم قصدي؟ يعني امال بقى لو 50 دوري زي فايلر كده يعني، وبيننا وبين الخصم 80 نقطه، كنا يعني كنا المفروض نزلنا راسنا في الشارع احنا بقى كمان. واخد بالك؟ يعني حاجه غريبه اصلا، فاهم قصدي؟ أيوه. يعني لحد دلوقتي مش عارفين يفرحوا. أيوه. انت فاهم؟ أيوه. يعني الى الان مش عارفين يفرحوا. بعد الماتش ده هبتدي نقول خلاص احنا خدنا الدوري الحمد لله، يعني الى الان. أيوه. وانت بتلعب بقالك ست ماتشات بالناشئين او باللعيبه البدلاء ومش قادر يفرح لحد دلوقتي، لانه ايه؟ مش واثق في فرقته اخر ثقه عليه. فاللي عايز اقوله كده، يحصل تغييرات وضع طبيعي في لعيبه هتنضم للنادي الاهلي. كابتن اتكلموا على اللعيبه المحترفه، الكواليتي بتاعت اللعيبه المحترفه لازم يكون مختلف، يعني مظبوط. مش هتكلم بقى اسماء بعينها صح. لكن الكواليتي لازم تبقى مختلفه. لعيب لو ما كانش يبقى سوبر ستار يبقى ما ينفعش يجي النادي الاهلي صح، سواء اذا كان لعيب محلي او لعيب من الخارج. يجي بقى من افريقيا، يجي بقى من امريكا اللاتينيه، الارجنتين والبرازيل والاكوادور والدول دي اوكي تمام. اللعيب اللي هيبقى في مصر لازم كيفيه الانتقاء. انا يا جماعه مزبوط. انا عارف النادي الاهلي عنده سياسه جيده، بس انا اللاعب لازم اراقبه سنه على مزبوط. على الاقل اشوف اصاباته واشوف الفيزيكال بتاعه واشوف بيلعب قدام الفرقه الصغيره شخصيته. قدام الفرقه الكبيره طبعا شخصيته واسال وادرس تاثره الضغط بتاعه، لازم يبقى فيه كده يعني منظومه بتتابع مزبوط. عشان يقدر يقيمك صح. ما انت ممكن تسوى 20 مليون واقول لك ب 10 او العكس، ممكن تبقى انت بخمسه اقول لك لا ده ب 20، فاهم قصدي؟ فدي حاجات لازم تتبع. واعتقد مجلس اداره النادي الاهلي والناس المسؤوله عن قصه التعاقدات في النادي الاهلي هيتابعوها بشكل جيد. يعني ان استمر سوارش يعني بالتوفيق ان شاء الله، ان لم يستمر برضه فجود لك للمدير الفني اللي جاي. اتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق الفتره القادمه ان شاء الله، وباذن الله زي ما قالوا الكباتن النادي الاهلي ما بيقعش. لما تحصل بعض الكبوات النادي الاهلي بيرجع اقوى مما كان. الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله ارجع أقوى مما كنا. فاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيمية. انتظرونا. بنرحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر أهلا وسهلا بحضرتك، شرفنا. تحياتي لك كابتن أيمن، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، تحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، وكابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. اهلا وسهلا بيك كابتن. كابتن ايمن، قبل ما نخش في الحالات التحكيميه ونحلل اداء طاقم التحكيم، خليني بس اطرح سؤال لحضراتكم. يمكن انتوا اكيد متابعين التحكيم في الفتره الاخيره، كابتن علاء وكابتن بلال وكابتن شريف وكابتن اسامه وحضرتك، هل اداء الحكام تغير؟ يعني اتغير او احنا شفنا فيه
تغيير في اسلوب اداء الحكام ولا الاداء هو ما زال حتى الان زي الاول؟ اتغير بعض المواقف خاصه في الاربع اسابيع كابتن اسامه اللي هم الاربع اسابيع الاخيره كابتن الشريف. ده السؤال المهم جدا. يعني كابتن ميلال لو عنده اجابه او كابتن علاء يقول لي يعني الاداء اتغير. الاداء اتغير بالنسبه لل مش كل فاول الوقت بياخد بيحسب عليه الاخطاء نفسه والاخطاء نفسها بالزبط. مش كل خطا يتصفر عليه ودي استا اكتر في اكتر مباراه صح ودي بالزبط. على فكره انا شايفني حاجه ايجابيه على فكره. تمام كابتن ده كلام محترم جدا. كابتن بلال لو في حاجه. لا انا شفت النهارده يعني الحكم بياخد ديسيجن كده والفار ما بيجيبوش خلاص يعني قرار يعني بياخد القرار بياخد القرار يعني في كوره النهارده بنالتي الحكم يعني خلاص ما فيش تمام زي ما بنشوف الدوريات الاوروبيه ما فيش يعني ما فيش خلاص بالزبط. انا شايف ده معناه انا شايف بالظبط تمام فالفار ما جابوش وما كلموش فيها فده تمام. معناه ان طالما الحكم متاكد خلاص قرار يبقى خلاص ما فيش داعي بقى ان انت تجيبه وتقعد دقيقتين ثلاثه وتقعد يعني تطول في الوقت يعني فدي برضو حاجه بالزبط. يعني اعتقد يعني تحسب للراجل الجديد. تمام كابتن ايمن هقول لك اللي حصل ايه بالظبط. اتفضل. من اجتماعات للراجل في الفتره الاخيره اولا هو اتكلم في خمس عناصر. اول شيء وهو قال ايه ان انا رأيت ست اسابيع الاخيره كابتن اسامه ولقيت ان وقت اللعب اللي بيتلعب الحقيقي في المباراه لا يسمح ابدا ان احنا نبقى في دوري كبير زي الدوري المصري. وقت اللعب تقريبا ما بيزيدش عن 40 دقيقه كابتن علاء وده كتير قوي والحكام بيبقوا سبب في تعطيل اللعب. الحكام بيبقوا احيانا سبب في ان هو بيعطل اللعب نتيجه حساب مخالفات يا كابتن هي مش موجوده. مظبوط. قال لك كمان لما بتحتسب مخالفه ما تروحش للاعب وتقف وتحكي معاه. احسب المخالفه وخد البوزيشن بتاعك وروح في مكانك على طول عشان تقدر انك انت تستأنف اللعب. فهو النهارده ايه ادى سياسه واضحه كابتن علاء كابتن اسامه مش كل مخالفه تصفر عليها اسمح دايما بالاحتكاكات خلي اللعب يتواصل خلي الناس تبقى فيه متعه للمشاهد. الحاجه الثانيه قال ايه انت كحكم استمتع بالمباراه وده شيء مهم جدا يعني ما تنزلش الملعب وانت محمل بالضغوط وتخطا او استمتع بادائك اكيد هتأدي اداء كويس. الحاجة الثالثة والمهمة قال لك الشارة الدولية. احنا عندنا طبعا سبع حكام في الميدان بيحملوا الشارة الدولية لمدة سنة. السنة الجديدة بيتم عمل اختبارات لكل الحكام الأفضل بيخش. فقال إيه؟ بلال مثلا مع شارة دولية أو علاء أو أسامة أو شريف. الشارة الدولية لمدة سنة فقط لا غير. هتشتغل السنة دي بشكل كويس هتبقى معاك السنة اللي جاية. مش هتشتغل بشكل كويس هنطلع حد مكانك وناخدها منك خلي بالك وده شيء مهم جدا جدا. هو خلق روح من المنافسه والدوافع عند الحكام كابتن علاء صح انت معايا. الحاجه الثالثه قال حاجه جميله جدا جدا قال لك انا عاوز الدوري هنا يبقى زي الدوري الانجليزي بالظبط يعني زي ما بنتفرج على الدوري الانجليزي التحامات وكل الكلام دوت اسمحوا باستمرار اللعب وانا ما عنديش مشكله. اخر حاجه وقال لك مش هسمح ابدا ان في مخالفه الحكم يصفر عليها وانت تبعد عنها 30 متر 20 متر اللي بيعمل كده مش معايا. اذا النهارده احنا بنشوف ايه يا كابتن؟ بنشوف تغيير في سياسه الحكام. طب ما الحكام هم كابتن شريف القماشه هي هو الراجل لسه ما اشتغلش بشكل قوي ولكن هو حط سياسات واضحه للحكام كابتن ايمن. ده كده ما فيش حد كان بيكلمهم قبل كده خالص. المتابعه كابتن ايمن مهمه جدا. عندما يشعر الحكم ان هناك من يتابعه بشكل صحيح وهناك سياسه الثواب والعقاب الكل بيشتغل على نفسه كويس وفي تقييم طبعا للحكام التقييم يعني في اكتر من قال لك الشاره الدوليه مش معاك طول العمر بالظبط هي سنه واحده بس تاخدها سنه مظبوط هتشتغل عليها السنه دي هتاخدها السنه اللي جايه وهكذا. اللي انا بقوله يا كابتن احمد النهارده بشوف الحكام بدنيا النهارده بقت كويسه بتجري زي ما قلت بتسمحوا باستمرار اللعب في تغيير في الشكل على الرغم ان هو حتى الان كل اجتماعاته مع الحكام كانت اللي هي اجتماع في الاتحاد مره او مرتين وبقيه الاجتماع كان عن طريق الاونلاين في مع الحكام. ده اللي هنشوفه النهارده مع الحنفي وهنشوف ان الحنفي النهارده اسلوب جديد جدا جدا لكابتن بلال في ادارته للمباراه. نروح لطاقم التحكيم محمد الحنفي وكان معاه مساعد رقم واحد احمد حسام طه البوساطي رقم اثنين احمد حمدي رابع وكان عمرو الشناوي ومصطفى عطيه على الفار. خلينا نروح للحاله الاولى.
هنا الحنفي بيوسع لنفسه عشان يدي مساحه، ودي اول اختبار للحنفي هنا. دخل 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 شاور 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 قال العب. كابتن مالك كنت انت بتتكلم فيها دي ما فيش مخالفه. هنا لاعب نادي الاسماعيلي بيخش المهاجم وبيحاول ياخد مخالفه، وهنا شايف ان ما فيش مخالفه ابدا، فيش عرقله ابدا، وهنا السكوت سكوت نتيجه الالتحام العادل والعادي في هذه المخالفه. شوف هنا نشوف ما فيش اي مخالفه، هنا بتحط الرجل على الارض والسكوت ما فيش مخالفه. كابتن احمد قال له هنا قرار حكم المباراه كان قرار سعيد. شوف هو يبعد قد ايه، شوف يبعد قد ايه، وشاور بايديه ما فيش مخالفه ويلعب. وده كانت الحاله الاولى لا توجد ركله جزاء لنادي الاسماعيلي في هذه الحاله. حاله بعد كده هنا احمد حسام طه بيسمح طبقا للبروتوكول عشان خاطر ممكن يكون الراجل دوت في موقف سليم، وبالتالي ممكن يحرز هدف، وبالتالي هو يبقى قتل الهدف. هنا سمح، ثم بعد ما الكره راحت لعب الاهلي خلاص، هنا اللاعب في موقف تسلل تماما واضحه، وبعد كده اشار بالتسلل وكان قرار احمد حسام كان قرار صحيح. الحاله بعد كده نشوف هنا يوسف البصاتي المساعد رقم 2 هنا اشار بالرايه، ونشوف هل في تسلل وتسلل صحيح ولا القرار كان قرار غير صحيح. نشوف هنا نمشي، لا نمشي بس 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 ارجع تاني لحظه لمس الكره براس لاعب نادي الاسماعيلي. هرجع بس سنه صغير هنا كابتن، هنا الكره بتيجي من زميل لاعب نادي الاسماعيلي، وهنا لاعب الاسماعيلي هنا في موقف تسلل، وبالتالي هنا الحاله تسلل والقرار صحيح لحكم مساعد يوسف البساطي. الحاله بعد كده شوف الحنفي، يمكن النهارده انا بحيي الحنفي النهارده تمركز وتحرك ومتابعه، ويمكن دي من اهم الماتشات النهارده اللي الحنفي بيلعبها. الحاله اللي جايه ايضا يوسف البساطي استنى استنى وبعدين ادى ركله ركنيه. السؤال هنا هل في تسلل ولا لا؟ نشوف لحظه اللمس من لاعب نادي الاسماعيلي وهنقف نمشي كمان بس. حاله من الحالات الدقيقه جدا يا كابتن بلال، شايف ان قرار حكم مساعد كان قرار صحيح، لان اخر لاعب نادي الاهلي هنا مغطي التسلل رغم ان هي مش جايه بالزاويه العكسيه، ولكن هنا القرار كان قرار صحيح باستمرار اللعب عند يوسف البساطي. دي كلها قرارات، خلي بالك قرارات كلها سليمه بالنسبه للحكام. هذه الحاله يمكن البعض يرى ان هناك بطاقه حمراء. خلينا نتكلم بالمعايير يا كابتن شده المخالفه. ماشي. احنا قلنا دايما عشان نقول حمراء وصفراء لابد نتكلم بالمعيار، بالمعيار. نشوف هنا في جزء هرجع تاني بس قبل ما نروح لل هنمشي ننزل بس اقف بس خلاص كابتن علي، هنا في جزء من كعب القدم على الارض. خلي بالك السؤال، لو الجزء ده مش على الارض والرجل كلها راحت فوق احمر طرد احمر طرد. احمر ليه بقى الجزء على الارض؟ لما الكتلاب بتنزل بكعبك على الارض القوة بتقل. ايوه القوة بتقل، واحنا قلنا البطاقة الحمراء لابد يكون فيها قوة وسرعة ومسافة، ولكن هو راجل جه هنا والكعب نزل والمشط هو اللي داس. بنتكلم في أقصى درجات التطور، وده كان قراره إنذار صحيح. ليه؟ لو الرجل دي راحت مباشرة فوق شوية يا كابتن من غير ما تلمس الأرض الأول كنا قلنا. بس أنا هقول لك حاجة يا كابتن، ما كان ماشي. ممكن يكسر رجله برضه حتى في اللعبة كابتن. بص خلينا بنتكلم احنا في معيار احتساب المخالفة وهل تستحق الحمراء ولا الصفراء. هنا بقول ليه مش حمراء؟ لان هنا القوه قلت. كابتن بلال هنا القوه لما بتحط كعب رجلك وبتدوس بالمشط القوه تقل، غير لما انت بتروح مباشره في القدم من فوق. الحاله بعد كده هنا شايفين هنا هل في مخالفه لمحمد اشرف؟ هو راجل لم هنا والايد طبعا هنا مش باين قوي، كان في تعطيل او مش تعطيل. هي المخالفه اصلا خارج منطقه الجزاء يا كابتن بلال، بس في مخالفه يا كابتن يعني في مخالفه. بص يعني بص يا كابتن العين خلي بالك خلي بالك ايوه انا النهارده الايد وده السؤال، هي عملت ايه؟ ده السؤال عطلتني ازاي يعني؟ هل انا لما احط ايدي اشوفها بص اشرف تعال او رايح هو اشرف محمد اشرف عاد تمام لسه ده جابه بايده اهو لسه لسه هنا اهو مسكه اهو يا كابتن ماشي ماشي انا همشي معاك بس ماشي عطله شويه ماشي. فاشرف حس ان هو ممكن ما يمسكش، على فكره اشرف كان ممكن يكمل. بص بص يا كابتن خلي بالك، ما هو دوت انا بقول لك ده معيار احتساب. الراجل قال ايه؟ اسمحوا بالمخالفات يا كابتن بلال. خلينا نتكلم انا هنا اشرف، انا بقول له ايه؟ اشرف كنت كملت كان كمل ايوه كملت ورحت عشان الخبرات
انما اشرف هو حب ياخد المخالفه قال لك افضل يعني. مزبوط. ولكن هذه الاخطاء هي دي كانت بمعيار واحد كابتن علاء، وهنا انا شايف ان هنا كان قرار برضك ايضا استمرار اللعب كان قرار صحيح. بعد كده شوف هنا الحلفي هنا بيدي المخالفه على محمد محمود. كابتن اسامه بيدي المخالفه دي وما بيدوش ليه مخالفه محمد اشرف يعني؟ لا ما انا هقول لك هنا ليه. هنا في مخالفه نفس الايد اهي ونفس لا لا مش هي اللي هنا المخالفه مش بالايد يا كابتن مشيري، بالرجل، برجل من تحت. تعال نشوف كده في زاويه هتبين هنا هل محمد محمود في عرقله ولا ما فيش. نشوف هنا تعال بقى نرجع تاني بس رجل من تحت. خبط من تحت القدم اليمنى لمحمد محمود. مظبوط. خبط هنا القدم بترك القدم اليسرى للاعب الاسماعيلي. هنا مخالفه قبل اي حاجه خالص، وبالتالي هنا خلي بالك اللعبه دي مهمه قوي قوي. الشكل العام كلنا قلنا ركله جزاء. مظبوط. صح؟ بس ما شفناها بعد كده قلنا. ولكن هنا تفاصيل الحكم كانت جيده جدا جدا. شنو رايك يا كابتن؟ بص واقف هنا كابتن. رؤية مجال رؤية عندنا. برافو يا بلال. واضح جدا. مفيش نمت. ما هو دوت الراجل قال لهم اللي هيبقى بعيد مش هظبط. انا هنا شايف ان في مخالفه هنا بالاول خالص ركل بالقدم كابتن ايمن، والحكم كان قريب وكان قراره كان قرار صحيح. تمام؟ شوف هنا حسام حسن في اللعبه الاخيره وهو قال له العب 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 مفيش اي حاجه ويبعد عن اللعبه مترين ثلاثه متر بالظبط. نشوف ده بص فين هو لف هنا حسام يعني حط اللعب في ظهره. تمام يا كابتن بلال؟ ولف وراح. روح يا حسام. صح. ولكن هو حسام عمل ايه؟ راح من الاولانيه. من الاولانيه. ايوه بالظبط. هو خد خطوتين. بص يا كابتن هنلف. هو هنا يعني هنا في اعاقه ماشي تمام. ايوه. وبعدين كان ممكن هنا يدي المخالفه، ولكن هنا برضك حسام حب ياخد الفاول، ولكن بقول عايز ياخد بنالتي مش فاهم بشكل على قديمه. انا عايز ياخد بنالتي على قديمه. عايز بنالتي على قديمه وعلى قديمه. ولكن طبعا انا بقول بس كابتن ايمن ان توافقت رؤيه الحكام في الفتره الاخيره وسياسات الحكام مع رؤيه كرة الميرج. ما حدش يقول لي اصل كابتن ناصر انت بتقول هو الراجل لحق. ما الناس هتقول كده. هو لحق يغير كده بسرعه؟ لا، هو في حاجه اسمها ايه؟ سياسه واضحه. ممكن اقول لك تعمل 1 2 3 في الملعب لياقه بدنيه تجري 9 حصان. دي الحاجات دي كلها مش محتاجه ان انا اقولها لك في محاضره نظريه وعمليه، ولكن قلت لك سياستي ايه هي؟ تشتغل عليها. لا، والراجل عنده فكره عن اللي بيحصل او عن الاخطاء اللي بتحصل. هو قال لهم انا راقبت 6 اسابيع. ايوه. انتوا كنتوا سبب في 6 اسابيع ان كنتوا تضيعوا الوقت. ايوه. الحكم سواء كان بيحسب اخطاء مش موجوده زي ما قلت لك، اتكلم في العناصر المهمه اللياقه البدنيه الاهتمام والتركيز جدا، وقال كده اللي هيشتغل معاه بعد كده اللي هو الحكم المهتم اللي بيركز القريب البدنيه بيبقى جاهز، كل هذه الامور غير كده ما انتش موجود معاه. اهم شيء يا كابتن، ودي اخر حاجه بقولها، عندما يشعر الحكم يا كابتن شريف وانت راجل مسؤول الحكام مثلا ان كابتن شريف النهارده متابعك دايما، بلال كابتن شريف مسؤول لجنه الحكام متابعك في كل ماتش بيشوفك انت كمان بتهتم ليه؟ ما انت بتخاف على نفسك وبالتالي بتبذل كل الجهد في التحكيم. دي كانت اخر حاله. عايزين نقول الفتره الاخيره كان هناك تحكيم يعني مش هقول متكامل، ولكن الاسلوب اتغير والاداء اتغير كابتن ايمن، ونتمنى طبعا نتمنى بالظبط الفتره اللي جايه استمراريه الاداء. وخلي بالك من هنا احنا بنتكلم، لو في خطا هنقول في خطا بالظبط، لو في اشاده بنشيد بحكامنا. نتمنى التوفيق للخبير الاجنبي مع طاقم المصري اللي كان هيشتغل معاه، ونتمنى التوفيق للحكام في الفتره القادمه. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتك. شكرا كابتن. بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والاسماعيلي والمؤجله من الاسبوع ال 18 للدوري العام المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. كل التوفيق للنادي الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله، فتره صعبه ولكن نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق الفتره القادمه. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن شرفتنا. اشكرك كابتن ايمن، التوفيق ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله. كابتن اسامه عرب شكرا يا كابتن، شكرا ليك. كابتن علاء شكرا يا كابتن. اشكرك يا ايمن. شكرا يا كابتن احمد بلال. شكرا يا كابتن شرفتنا. شكرا كابتن. كل سنه وانت طيب. مره طيب يا كابتن، ربنا يخليك. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق التحيه.